بعمل اللايف ده متأخر، كنتش عايزة اعمل انا لايف اصلا علشان خاطر الموضوع ده، بس انا في موضوعين حابة اتكلم فيهم. بما ان الفتي في موضوع الأسرة بيبقى كتير قوي، واي حاجة خاصة بالأسرة والكلام ده، فالدنيا بتبقى كل عارف كله بيدلب دلو. يعني انا ما عنديش مشاكل الناس تتكلم فيما هو ايجابي، يعني ما يحصل ترند على موضوع معين والناس تتكلم وكلام الناس ايجابي في الموضوع والكلام ده، ما عنديش مشاكل. بصوا انا بره فما حدش يقول لي الصوت، اهم حاجه انتوا سامعين وحطوا السماعات، علوا الصوت عندكم كده يعني، استحملوني معلش. خليني اتكلم على نقطه عروس الكفر الدوار بعد اسبوع من الترند. الحمد لله انا ما بحبش نتكلم في الامور الا اذا مست الاسره من قريب او من بعيد. اعتراضي على الناس اللي بتحكم على الناس دي كده. بص يا ايمان، صدفه احلى صدفه يعني، ده الحمد لله انك جيتي. عروسه بتتكلم، واضح طبعا البادي لانجوج اللي دارس الكلام ده، واضح جدا البادي لانجوج بتاعتها، البادي لانجوج بتاعتها وهي بتتكلم كان في توتر وفي حواليها رجال ومش عارفه ايه وبتتكلم. زوجها كان مبسوط، دليل ان ده سمت التون وطريقه الكلام اللي هي بتتكلم بيها مع زوجها، وكان مبسوط جدا وبيضحكوا والموضوع عدى على خير. تاني يوم انت ازاي تسمعها تعمل لك كده؟ دي اشاره فعلا المفروض كده. ارجعوا للحلقه بتاعت امتى اتكلم وامتى اسكت وازاي ارد وفن الرد والكلام ده، هتلاقوا الاشارات دي. اقعد ازاي اتكلم ازاي لما احس ان انا عايز اعمل موضوع مفتوح، لما اعمل سؤال مغلق. ارجعوا للحلقات دي، الحلقات دي من 2019 هتلاقوها على اليوتيوب. لكن انت ازاي ما تسمح ان هي تقول لك كده وخلي بالك وامي. هو الراجل كان عارف ان ده طريقه كلامها، وده واضح ان ده طريقه كلام هما الاثنين مع بعض، والناس كانت مبسوطه جدا. وبتحكم على الناس ليه؟ انت بقى كراجل وكزوج انت مش راضي او مش موافق او معترض على سمت كلام ده، وانا ما اقدرش وانت ما تعملش، ده يخصك اعمل كده ان شاء الله مع اللي هتتجوزها. يعني قول لها انا ما بحبش حد يعمل لي كده، وما بحبش واحده تعلي صوتها وفي وسط الرجاله تفرض عليا. طيب ده رقم واحد. رقم يبقى مالناش ان احنا نحكم، الزوج كان موافق وبيضحك ودي طريقتهم خلاص. رقم ثلاثة بقى، لما بنت تيجي تقول كلمة، يعني احنا شفنا طبعا نزل بعديها حاجات كثيرة جدا جدا، بس طبعا ما طلعتش ترند، يعني لزوجها بتقرأ قرآن في كتب كتابها، لواحدة بتتكلم وبتشكر وبتحمد نعم ربنا عليها في الزواج، وواحدة بتتكلم عن أسماء الله الحسنى واسم الله الوكيل والولي واللطيف والودود، وهي بتكتب كل واحد بسمته يعني. ما لكن في نقطة بقى، هي ليه البنات متخوفين كده؟ النقطة دي عايزين نتكلم فيها على فكرة. ليه البنت لما تيجي تقولك انا كله كويس والله وعقليا زوج كويس والمواصفات منطقيه والحاجات، بس انا خايفه، انا مش عايزه، وترفض يا بنت فاضل اسبوع الدخله، يا تقولك لا. ما ليه البنات بقت خايفه؟ يمكن عشان العينه اللي في السوق مش ولا بد، مثلا البنات بيبقوا خايفين. تقولك العينه اللي في السوق يا دكتوره هلا، مش طبعا مش الكل، لان في شباب بصهم بشوات وبشوات ورجاله زي الفل، يتشالوا على الراس ويتحطوا جوه العين ويتشالوا جوه القلب، طبعا رجاله رجاله يعني. وفي ما بيبقوش عنده خبره، ما بيبقاش عنده خبره حقيقيه في موضوع الجواز ولا يعمل ايه ولا الكلام ده، بس اللهم بارك اللهم بارك عايز يتعلم. طب يا دكتوره نعمل ايه؟ وانا اتكلمت بالحاجات دي. اهلا بالزاف بتوع الجزائر، اهلا وسهلا ياتي. يعني عندنا فانز كتير في المغرب والجزائر، ربنا يبارك فيهم اجمعين. فكون ان البنات خايفه كده، الامر ده مش واحده ولا اتنين ولا تلاته، لا دول مجموعه وكتير كتير فعلا. فاحنا المخاوف بتروح بالتجربه، بالسؤال اللي بيخوفك، بالحاجه اللي انت شفتيها من تصرفه وجبتيه وقعدتيه وقلتي له يا ابن الحلال انا امرك ده، انا ردك رد فعلك ده انا خايفه منه، او جبتيه وقلتي له انا من فضلك الموضوع الفلاني انا حصل فيه كذا، وانا عايزه اسمع منك كراجل واسمع منك كزوج مستقبلي انت هيكون وجهه نظرك ايه. ده سفينه دي، تعالى اوريكم السفينه، تعالى اوريكم السفينه. دي سفينة أتراك في قلب البحر. وده أنهي جانب ده يا محمد؟
يعني الجانب اللي هم جايين منه ده ايه، اوروبي ولا اسيوي؟ اوروبي. طيب فاحنا مبدئيا خلينا نقول ان احنا محتاجين ان احنا نتعلم ونفقه. انا لو ادوني ان انا في ايدي كده ازاي اجوز واكتب كده وامضي ده متجوز ولا لا، وينفع ان احنا نكتب كتب كتاب، اقول لهم تعالوا الاول احضروا دور التاهيل المتزوجين ودور التاهيل التربويين، وده النقطه رقم 2 اللي هتكلم فيها عن التربيه. خلصنا من موضوع عروس الكفر الدوار ولا كفر الشيخ معرفش، المهم يعني ربنا يبارك لها ويجعلها زوجة صالحة وتفرح زوجها ويبارك لزوجها ويرضيه يا رب، اللهم امين، ويبعد عنهم اي حاجة. وانت لو انت عايز سمت معين كربوز تمام كده، فانت عايز سمت جديد مع الزوجة اللي انت هتتزوجها حطه، لكن مالكش دعوة بالناس، وسيب الناس في حالها، ناس غلابة وشقيانة وتعبانة، وربنا يبارك لهم في القناة الجديدة اللي فتحوها ويحطوا عليها محتوى هادف بقى، وادعوا الله سبحانه وتعالى يكرمهم. النقطة التانية، نقطة اللي بننادي بيها كل بس وكل موضوع، اللي بننادي بيه كل بس وكل موضوع، موضوع التربية. يعني احنا عايزين ناخد دورة في تأهيل الزواج والدورة التانية في التربية. الفيديو اللي طلع وكاتبين لي كده وبعتنه لي على الخاص، يا دكتوره علقي على فيديو بنت كانت طالعه وماما طردتني ومش عارفه طلع كلام مش حقيقي وماما طردتني وكانت عايزاني اغسل المواعين واعمل، والبنت شكلها جميل ومهندم يعني. والمهم طلعت في بس بعد كده هي والام وقالت لا انا كنت بهزر، اصل ما اعرفش مين اللي مصورها قريبتها. ايا كان، اوعوا، انا بقول لكم اهو، اوعوا موضوع هوس الشهره وهوس الطلوع والميديا والسوشيال ده يعمل لكم نوع من انواع الهوس، ان يجي حتى على تربيه الاولاد، واستخدم الاطفال فيه كذريعه علشان اطلع ولا اعمل ترند ولا اجيب عدد فيوهات. انتوا عارفين المردود النفسي للاولاد لحاجه زي كده ايه؟ غلط غلط. ايا كان انا مش بتكلم في الموضوع ده عشان انتوا عارفين انا ما بحبش اشخصن الامور، لكن ايا كان ان انا استخدم طفل علشان يقول حاجه كذب، بتمثل وخدوها في التمثيل، او ان هي ما بتمثلش واخدوهاش في التمثيل والامر حي، ايا كان اوعوا تستخدموا اولادكم دعايه ولا هوى الشهره ولا عشان يطلعوا على ميديا ولا سوشيال ولا يوتيوب، اكبر غلط. احنا محتاجين دورات في التربيه. كان لسه اخت بعتالي ان بيعملوا مشروع دلوقتي على موضوع دروس العقيده للكبار والصغار، انا بايد الامر ده، وان فعلا ندرس عقيده وندرس دين من جديد، تبقى حاجه اونلاين كتاب ويتم مدرسته ويتم اللي بيعرف يتكلم واللي بيعرف يعمل فيديوهات يعمل، واللي بيعرف يكتب قصص يكتب. المهم ان احنا نحط عيالنا نصب عيوننا كده بس عشان نفسيتهم، مش عشان اطلع بيها فيديو ولا عدد فيديوهات ولا استغفر الله ايا كان. دمتم بخير وسعاده وهنا، وربنا يا رب يجعلكم دايما خير الزوجات لخير الازواج، ويجعلكم دايما خير النساء وخير الاماء لله عز وجل.